يتحرك أتيش نحو الفخ وهو لا يدرك أنه يسير نحو الظلام عندما يقول إنه سيجد من تسبب في وفاة ابنه. لا يزال أرزو يريد أتيش ويقترح عليه إنجاب طفل جديد. تزداد الأمور سوءاً. القصر لثني والدتها عن هذا القرار. مسار الأحداث سيضع الجميع في موقف صعب. من ناحية أخرى، أصبح قصر أتهان في حالة اضطراب، مما أثار رد فعل الحي، يريد معاقبة الأشياء الثمينة بأقصى طريقة ممكنة. أتيش في حالة سيئة بسبب اضطراره لإقامة جنازة دوروك. بسبب هذا الألم المشترك الذي عانوا منه، ارتبط أرزو وأتيس بطريقة ما ببعضهما البعض. بهار يشاهد أتيش بتجهم وهو يبتعد عنها. يحاول كينان أيضاً تدمير إيدز، وهو الدليل الوحيد على اختفاء دوروك. لكن الشرطة أخذت إيدز وأتيس يلاحق الرجل للعثور على إجابات لأسئلته. ضغوط كينان وتهديداته تجبر سلطان وأفسن على التحرك بشأن الانفصال. يريد سلطان أيضاً أن يفعل كل ما في وسعه لإنقاذ أفسن من الطلاق بالطريقة الأكثر ربحية. أولاً، يعتقد أن الحل الوحيد هو محاصرة أردا. أتيش، الذي يبحث عن سبب وفاة طفلته، يجد نفسه في شعور لا ينتهي بالانتقام عندما يتلقى مكالمة هاتفية مجهولة. ما هو الأهم من حياة الطفل؟ يعتقد أتيش أنه فقد دروك تماماً ويشتت انتباهه بسبب هذا الخوف. يجب على إسماعيل أن يشرح له الحقائق الحزينة، مما لا شك فيه أن هناك أشخاص مجهولين وسريين وراء الأحداث التي حدثت لدوروك. بينما كان محمد أمير في مرحلة التعافي، التقى بكنان مرة أخرى. لقد حان الوقت لكي يواجه آل طاهان أخطاءهم الماضية. محمد أمير غاضب جداً لأن كينان عاد إلى حياتهم بعد سنوات، لأنه يعلم أن كينان قد يسبب لهم شراً جديداً. ومع ذلك، سيكون من الصعب جداً على هوليا أن تفهم هذا الوضع وتعرفه. هوليا، التي تريد انفصال أفسن وأردا دون إضاعة الوقت، ستستمر في طلب المساعدة من كينان في هذا الصدد. بينما يقترب إدراك ما حدث لدوروك، لا يدرك أتيش وبهار وأرزو بعد نوع المشكلة التي يتجهون إليها. تعتمد حياة أفسن وسلطان على الكلمات التي تخرج من فم كينان، حيث يقف سلطان بجانبه لدعم وحماية أفسن. عودة كينان إلى عائلة أتهان بعد فترة طويلة تثير قلق أولئك الذين يعرفون ما حدث بينه وبين هوليا في الماضي. فوليا، التي تحمل هوليا وأردا المسؤولية الأكبر عن الأحداث التي عاشها محمد أمير، لن تبقى صامتة من الآن فصاعداً. في منطقة كيسيمتسيزلر، تقوم حنيفة بترهيب جانم تماماً باستخدام الأحداث السرية التي سمعت عنها كوسيلة ضغط ضده. من ناحية أخرى، لم يتسامح السلطان مع الكلمات غير المكتملة التي قالها له إلياسون، فقرر الكشف عن الحقائق التي لم يعرفها عن أفسن مرة أخرى. لكن بالنسبة لأتيش، يحدث مثل هذا الحدث السيء بحيث تتوقف حياة الجميع للحظة. ضاعت الذروة. آمال أتيش وبهار تتلاشى تدريجياً. واجه أتيش أسوأ موقف يمكن أن يحدث له. الجمل التي قالها فوليا تتكرر باستمرار في ذهن محمد أمير، لكن مرضه سيطر على جسده بالكامل. من الآن فصاعداً هناك أمل واحد فقط، وهذا الأمل هو إجراء عملية جراحية، على الرغم من أن خطر الوفاة مرتفع. هذه الجراحة، التي ستؤثر بطريقة أو بأخرى على حياة كل من حولها، تكشف أيضاً عن مواقف غير متوقعة لبهار. يوجد أيضاً شخص ميت في منطقة كيسمتسيزلر. في هذه الحالة، تنكشف الأسرار العميقة التي ظلت مخفية لفترة طويلة. السر المخفي بين جاني ميت وإلياس سيؤثر بشكل مباشر على حياة أفسن، لكن جاني ميت يواجه خطراً غير متوقع. بينما يعمل صالح مع هوليا لإنقاذ نفسه، يخرج السلطان عن صمته أمام الخيانة التي تعرض لها. لكن في موقف يائس، تطلب هوليا المساعدة من مثل هذا الشخص غير المتوقع.
من الآن فصاعداً لن تكون حياة أحد كما كانت بالأمس. قرر أتيش توحيد حياته مع أرزو من أجل تحسين حياة ابنه وضمان سلامه. بهار لن ترى حياتها تفلت من بين يديها بسبب هذا الوضع. إنه مستعد للقتال من أجل الحريق وينطلق للذهاب إلى سويسرا متحملاً كل المخاطر. لكن أرزو ستبذل قصارى جهدها لمنع بهار. القرط الذي عثرت عليه هوليا غير مسار الحرب في القصر. خطط هوليا التي أرادت استخدام هذه الورقة الرابحة ضد أفسون والسلطان تعطلت عندما علمت فوليا بكل شيء. فوليا مستعدة لإخبار كل ما تعرفه. والدة أيهانا إلى جانب أسئلة الشرطة وما سمعته من الناس حولها بدأت تعتقد أن صالح هو قاتل طفلها. يشعر صالح بالقلق من احتمال ذهاب المرأة العجوز إلى الشرطة. الآن أصبح محاصراً بشكل متزايد في الزاوية ويريد فقط إخراج نفسه من الموقف. مود على وشك الهروب إلى الخارج مع أردا، لكنها مكتئبة ومن الصعب عليها أن تترك عائلتها وراءها. ويتلقى بهار ومحمد أمير مكالمة هاتفية في نفس الوقت، وسيهاجم الجميع القصر وستنشأ الفوضى مرة أخرى. سيتم الكشف عن الأحداث السرية التي كان يعتقد أنها انتهت. ستصبح بهار هدفاً عندما لا تتوقع ذلك على الإطلاق، وتريد أفسون تجميع أوراقها الرابحة واستخدامها ضده قرار. لم تعد بهار بهار القديمة، وبهار الجريئة والشجاعة تغير التوازن في القصر بانقلابي. هناك أخبار سيئة تنتظر استسلام زينب لجمال، وتريد الآن الزواج من بهار في أقرب وقت ممكن. من ناحية أخرى، تحاول عائلتها وتتبعه الأسرار، وتصل الشرطة إلى الجثة التي دفنها سلطان. ومن ناحية أخرى، تبذل هوليا قصارى جهدها للابتعاد عن أفسون وإنقاذ ابنها. بطريقة ما، يشبه العدالة أن كل شيء له ثمن. هل سيحصل أولئك الذين يفعلون الخير والذين يفعلون الشر على ما يستحقونه؟ يتم احتجاز سلطان وصالح بناء على إشعار إلياس، حيث يتم أخذ الأموال التي تلقوها من أتهان عائدات الجريمة محاصرة، وخلاصهم يعتمد على أردا في السوق من أجل حياته. ومن ناحية أخرى، تواجه هوليا مخاوفها من فقدان والدها الذي وجدته بعد سنوات عديدة. أفسون وسلطان يضعان خططا جديدة لإيذاء بهار القديمة لم تعد موجودة، ولن تتقدم خططهما كما يحلو لهما، وستهزم بهار أعداءها بالقوة التي تمتلكها. صدم الجميع عندما أعلنت أفسون أمام الكاميرات أنها تزوجت من أردا.